الشيخ نقل جنازة مثلا من مدينة لمدينة وتكرير الصلاة عليها. نعم هذا بدعة بدعة ومكروه إلا لغرض صحيح فيصح، أما لمجرد أن تكون البقعة أفضل أو ما أشبه ذلك فلا، وكذلك لأجل أن يصلي عليه أهل المدينة الثانية فلا. وأقول يا أخوان الإنسان ما ينفع إلا عمله، اللي ما عنده عمل لو صلى عليه آلاف الناس لا ينفعونه إلا بمقدار ما ينفعونه في الصلاة على غيره.